أولى حواراتنا لهذا اليوم عن أمراض الصيف عند الأطفال. طبعا احنا عارفين ان في أمراض كتير قوي بتنتشر خاصة ومش بس عند الأطفال, عند الكبار عند طبعا أمراض الصيف عموما, بس يعني الأطفال علشان هم يعني جسمهم أكثر ضعيف عرضة بيبقوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الصيف. هنتعرف معاكو على هذه الأمراض اللي بتنتشر بشكل وبائي في فصل الصيف. احنا معانا في هذا الحوار استاذ المناعه والحساسيه بجامعه الازهر, والحقيقه حاجات كتير جدا في التايتل هنتعرف عليها اثناء الحوار. الدكتور الدسوقي دسوقي فوده استاذ الحساسيه والمناعه ورئيس القسم بجامعه الازهر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. حقيقه مع الصيف بتنتشر كتير جدا من الامراض وارتفاع درجه الحراره وما الى ذلك. قول لي كده بشكل عام, ايه اكثر الامراض اللي هي بتكون عرضه للانتشار السريع مش بس بين الاطفال ولكن بين فئات الشعب المصري بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة موضوع أمراض الصيف كان يطلق على أمراض الإسهال التي تحدث في الصيف, وكان بينسب إليها إن هي مرض التيفود والسلمونيلا وهذه المجموعة التي تأتي غالبا عن طريق تناول الأطعمة الملوثة بهذه الميكروبات. إنما أنا الحقيقة عايز أقول إن أمراض الصيف هذا النوع من الإسهال وحدوثه في الصيف ليس مرتبطا فقط بهذه الأنواع من الميكروبات, إنما هناك ممارسات وطرق مختلفة لحدوث هذه الأمراض أو ما يشابهها وتنسب خطأ إلى أمراض الصيف. منها على سبيل المثال أنتم شايفين الثلاجات موجود فيها الآيس كريم, موجود فيها الفراخ المجمدة, موجود فيها التيار الكهربائي ينقطع, يحصل التلج يعني التبريد بتاعها يتفكك, يرجع يجي التيار الكهربائي يعاد تجميدها وتتردد وتتكرر هذه الظاهرة أكثر من مرة, وهنا تتمكن الخطورة حيث عملية نمو الميكروبات خاصة ميكروب السلمونيلا في هذه الأطعمة وخاصة الآيس كريم والحليب والدجاج اللي هو المجمد. حضرتك تقصد فترة انقطاع التيار الكهربائي يا دكتور؟ نعم. حضرتك بتقصد فترة انقطاع الكهربي الهرمونات مش الهرمونات, فترة انقطاع الكهربي التجميد بتاع التبريد بتاع هذه المواد بيتفكك. تمام. يعني درجة الحرارة بتقل بتزداد وتسخن وبعدين تفك وتبقى لينة وبعدين ترجع تبرد تاني وتتجمد, فكأنك بتفكها وتجمدها بتفكها, يعني ده بيؤثر على صلاحية طبعا الطعام. بالعكس ده هو بيدي فرصة جيدة جدا ان درجة الحرارة المتغيرة دي هو البيئة الخصبة لنمو هذه الميكروبات داخل هذه الأطعمة. الناس تعمل ايه يا فندم؟ نعم الناس تعمل ايه؟ يعني احنا هنتأكد ازاي من الحكاية دي؟ هو حقيقة النقطة انه حتى بعض الناس اللي عندهم ثلاجات من غير انقطاع التيار الكهربائي سايبها الباب بتاع الثلاجة بتاع اللي هي في المحلات. لا انا عايز اقول لك اخطر من كده, مكشوفة. لا انا عايز اقول لك انه وهو بيقفل بالليل بيشيل اللي بيفصل الثلاجة. شوف طيب انت ويجي الصبح يشغل هو فاكر انه بيوفر له شوية كهرباء في حين انه هو افسد هذه البضاعة ويعني جعلها مصدرا وبائيا حقيقة لحدوث الوبائيات. دي نقطة. طب النقطة الثانية الأخطر بقى إن الفواكه اللي موجودة في الصيف وطبعا انتشرت ظاهرة الهرمنة ورش الفواكه عشان النضج المبكر مش المبكر الغير في غير معاده الغير منطقي بغية الحصول على مكاسب والثراء الفاحش على حساب صحة الآخرين. ودي الحقيقة يعني ظلم للمجتمع وظلم للناس, إنك أنت النهارده عشان تكسب تقوم ترش وفي خلال كام ساعة تقوم قاطف الثمرة ويبقى عليها المادة الهرمونية ديت أصلا ضارة بجهاز المناعة وضارة بالجسم وبتتحول داخل الثمرة وتنتشر عليها عوامل التبشير الغذائي داخل هذه الثمرة. المفترض ان لها فترة زمنية كانت تتحول من المادة الخام او المادة السامة او الضارة الى مادة يعني ليست ذو اثر ضار, لكن انت ما استنيتش عليها, رحت واخدها خطفا وحبيت تحمر الطماطمايه, حبيت تخلي البطيخه هي حتى بيبقى طعمها مش طعم الطماطم او الاوانه, يعني مش نفس الطعم الاصلي للفاكهه او للخضار. طبعا حضرتك دولي يعني حاجه, هاتي انت اي طعام واعمليه في بالطهي السريع ودوقيه ودوقي الطعام اللي واخد حقه في السوا وشوف الفرق بين الاثنين. احنا عايزين نقول للناس يعني انا مش عايز كميات,
انا عايز اشيلي ونص الكميه دي وربع الكميه دي ويبقى فيها سلامه وفيها طعم. ايضا حضرتك اللي بتقول كده، ولكن بالنسبه للتاجر او للمزارع هو عايز يكسب. هو يعني هو هدفه، يعني حضرتك عايز سلامه جسمك، ولكن اللي بيبيع الحاجات دي او اللي بيزرع الحاجات دي هو هدفه كله. هو هذا هو نوع من الاضرار العمدي بصحه المواطنين. بالظبط. هذا يجب ان يكون هناك وقفه حقيقيه. هو يا دكتور هي المنظومه مختلفه، انا معاك تماما، ولكن هو ده هيدخلنا في سكه ثانيه اللي هي ما فيش رقابه ويعني حاجات كثيره جدا في هذا الاطار. لا هو في اهم من الرقابه من الحكومه وغيره، الرقابه على النفس، الرقابه الذاتيه. يا دكتور من امن العقاب؟ من امن العقاب؟ يعني هي الفكره كده. ما هو الناس لو عندها قناعه، ساتك بتتكلم على قاعده الضمير، الضمير لو موجود في كل حاجه الامور كلها هتمشي بشكل مظبوط جدا زي ما هو موجود من في الدول المختلفه. لكن انا عايز اتكلم ارجع لنفس النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها. حضرتك قلت لنا اللي هو سوء التخزين في الثلاجات بيسبب الكثير جدا من الامراض، لان فيه هرمونات بتشتغل بتكون ضاره جدا. بنتقل مع ساتك لنقطه ثانيه، اسمح لي. الهواء الحر، التكدس بيكون يعني برضه في فرصه كبيره جدا لانتقال العدوى. يعني ايه اكثر الامراض اللي بتنتشر وازاي الناس ممكن تاخد الاحتياط اللازم في التعامل مع هذه الامراض؟ هو حضرتك اشرت الى نقطه بقى جيده جدا، وهي البيئه والجو ودرجه الحراره وتاثير ذلك على الصحه على جهاز المناعه على وجه الخصوص. تمام. الحقيقه يعني احنا دي مدخل لجهاز المناعه. عظيم. لان المواد الغريبه دلوقتي اللي في البيئه دي بتدخل الى الجسم. المسؤول عن حمايه الجسم وحفاظ عليه وحمايته من الاثار الضاره لهذه المواد هو جهاز المناعه، هو الحارس الامين. كويس. فانت النهارده جهاز المناعه عايز بيئه نظيفه علشان ايه؟ ان جميع امراض المناعه سواء كانت ناشئه عن الاصابه بميكروبات او فيروسات او فطريات او طفيليات لا يمكن ان تدخل هذه الميكروبات الى الجسم الا في وجود جهاز مناعه مضعف. عظيم. احنا اضعفنا جهاز المناعة بطريقة التغذية الغير سليمة، حتى الشخص نفسه بيتعامل مع نفسه بالخطأ. يعني يأكل حاجات خالية من الخضروات والفواكه، ويأكل وجبات جافة، ويأكل وجبات سريعة. طيب دكتور ممكن تقول لي ايه الحاجات اللي ممكن تقوي جهاز المناعة؟ عشان بس احنا وقتنا محدد، فانا عايز استفيد من علم سيادتك في كل النقاط. انا هقول لحضرتك الحاجة، الجهاز المناعة ده عشان احافظ عليه سليم انا عايز تغذيه متوازنه وعايز بيئه نظيفه داخل المنزل وخارجه. ده نمره واحد. وبما على ذلك يعني مش عايز انا مقويات خارجيه ولا اي كلام مما يقال ان هو منشط المناعه ومقوي المناعه. دي كلها مواد في تسويقيه تاخذ نشرات اعلاميه توضع تحت مسمى المكملات الغذائيه. ببساطه شديده جدا بقى الخضروات، سيادتك بتتكلم على الخضروات والفواكه. والفواكه دي الحاجات اللي بتقوي جهاز المناعه. ده ان فيها مواد مضاده للاكسده، فيها الفيتامينات، والفيتامينات هنا لها دور رئيسي في تكوين الانسجه والحفاظ عليها وعلى حيويتها. البروتينات ايضا، انك انت تاخد البروتين بنسبه متزنه، يعني انا النهارده لازم الوجبه تكون متوازنه فيها بروتين وفيها كربوهيدرات وفيها نشويات وفيها الخضروات والفواكه بحيث ان هي تبقى وجبه متكامله. جهاز المناعه في هذه الحاله يحدث لديه ما يسمى بالاستقرار الوظيفي. الاستقرار الوظيفي. طب هو سيادتك تقصد ايه بالخضروات يا فندم؟ جميع انواع الخضروات الطازجه اللي ربنا خلقها. ما هي جايه من الكيماويات انا هاخد هذه الخضروات وهعتني بها وغسيلها غسل جيد. تمام. ده نمره واحد. لانه على الاقل هشيل ما تبقى عليها من الخارج من هذه المواد. اثنين، ان انا حتى لو اضفت اليها الخل لمده دقائق وشلتها تاني برضو دي هتؤثر في عمليه التطهير لها ايضا. ثلاثه، ودي نقطه مهمه، ان انا دلوقتي هذه الامراض والخلل الحادث في جهاز المناعه يلزم ان هو يتم التعامل معاه بحرفيه وموضعيه، وده يقودنا الى امراض الحساسيه والمناعه الناشئه في فتره الصيف. تمام. الدكتور انا عايز اسال حضرتك سؤال. حضرتك قلت ان يعني الحاجات الثلاجات لما بينقطع عنها التيار الكهربائي ده بيؤدي الى نوع من فساد الاطعمه، لكن يعني ده دايما بيحصل في الصيف، ولكن هل في الشتاء بيكون هناك فساد للاطعمه برضو مع بروده الجو؟ ما انا هقول لحضرتك على حاجه، انت عارفه الثلاجه؟ الثلاجه اصلا لها درجه حراره معينه. اذا درجه الحراره دي مش مضبوطه، فاحيانا كثيرا بعض الفطريات بتنمو داخل الثلاجه في درجه الحراره ديت. في الفطريات انواع
واحدة تعيش في الجو الحر شوية، واحدة تعيش في الجو التلاجة ده، وبالتالي أنا علي إن أنا أنظف التلاجة دي كل أسبوعين أو كل ثلاثة مرة بالمية والخل، وحط أكل تاني وخليه متغطي ده نقط مهمة، وحافظ على درجة البرودة دي المعتدلة من 2 ل 8 درجة مئوية، دي بتحافظ على ثبات الأطعمة وعدم فسادها. طيب دكتور عشان بس نكون قريبين من الناس، في الصيف بتلاقي في الأماكن الزحمة أو ربما لو شفت حد من الأجانب السياح اللي موجودين في مصر بيكون حاطط حاجة على مناخيره كده، إحنا بقى كمصريين بنتحرك في الشارع وبنروح أماكن زحمة، إزاي نقي نفسنا من أمراض الحساسية والمناعة في الصيف ودرجة الحرارة وما إلى ذلك؟ شو بقى درجة الحرارة وتغيراتها بتؤدي إلى ظهور أمراض حتى وظيفية، يعني احتقان الأنف والعطس والزكام اللي موجود في الصيف احيانا يكون نتيجة اصابة بفيروس عادي، بس ده مش كتير يعني متكرر، مش يجيلك كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع زي ما يظن الناس، اذا لو كان متكرر بصفة هذه الدورية فده نوع من الحساسية بتاعت الانف وحساسية الجهاز التنفسي، او اصلا انك انت الكمامة اللي هو بيلبسها دي بتصد الاتربة وبعض ما تحمله من مواد غريبة. احنا نعمل ايه؟ احنا شخصيا يعني وجدنا انه تعرض الانسان لجرعات صغيرة من الميكروبات بيعطيه وقاية، وخاصة لما يتعرض في الطفل في الصغر للبيئة الطبيعية ويتعرض للميكروبات والمفرزات الافرازات بتاعتها بجرعات صغيرة بتحفز جهاز المناعة لتكوين فعلا مناعة فطرية ثم مناعة مكتسبة قوية، ولقينا ان الاطفال اللي عاشوا في البيئه الطبيعيه حتى في الفلاحين وحتى في الحقول ومع الحيوانات اخذوا مع التعرض البسيط للجرعات الميكروبات بتهاجم امراض اخرى في الجسم، جددتهم قدره مناعيه وقللت من امراض الحساسيه. يعني الاطفال القرويين اقل عرضه لامراض الحساسيه من اطفال المدن والحضر، والست اللي بتلف ابنها قوي وتكتفه قوي وتمنعه وتعجره قوي ده بتعدله فرصة أكتر لظهور أمراض المناعة وأمراض الحساسية بدرجة أكتر. إذا التشدد حتى في الحفاظ على الشيء يؤدي إلى نتيجة عكسية. طيب دكتور، يعني بعض الأشخاص لما بيشم ريحة التراب أو لما بيشم ريحة بارفان تكون نفاذة إلى حد ما بيعطس كتير قوي، أيوة. هل دي حساسية ولا دي بتبقى قلة مناعة؟ الأتربة نقطة مهمة جدا، خاصة التراب المنزلي. التراب المنزلي ده مركب عضوي بيحتوي على حشرات وفطريات وقشور الشعر ويعني ما تبقى من الإنسان، وبعدين حشرات زي الصراصير بتقع منها بعض الأجزاء، حشرة فاش الفراش اللي موجودة في المنزل بصفة دورية وتكثر في الأجواء الحارة الرطبة بدرجة عالية جدا، وهي على فكرة موجودة في جميع البيوت بس بدرجات متفاوتة طبقا للجو، إذا كان البيت ده درجة حرارته ورطوبته عالية تزداد معدل تكاثر حشرة فاش الفراش اللي هي المايت دي، ودي على فكرة تسبب 85% من أمراض الحساسية الحشرة دي، والصراصير بتسبب حوالي 45%، يعني احنا في مصر وحتى في الولايات المتحدة في ولايات أريزونا والولايات المشابهة لنا في عندهم نفس المشكلة. فإذا الحشرات المنزلية والأتربة مصدر رئيسي من أمراض الحساسية، فأنت حضرتك لما بتقول بيستنشق التراب بيجيله عطس وزكام ودي نوع من الحساسية. اثنين، المواد النفاذة، الروائح النفاذة زي البرفانات أو الأدخنة أو العوادم أو روائح الطعام النفاذة، أيوة دي اسمها مواد مهيجة مش محسسة، في فرق بين المادة المحسسة اللي بتسبب الحساسية والفرق بين المواد المهيجة التي تثير حتى الحساسية المستقرة. يعني لو الشخص عنده حساسية وهادية وجات مادة مثير مهيجة زي النشادر زي الريحة النفاذة ايا كانت، حتى ريحة حلوة او ريحة غير حلوة، فبتهيج مجرى الهواء ابتداء من الانف الى الصدر، وبذلك ممكن يحصل له رشح وزكام وعطس، وكذلك يحصل له كحة وتهيج في الشعب الهوائية وأحيانا ضيق في الشعب الهوائية نتيجة تهيج نوبة الحساسية بسبب تعرضه لهذه المواد. ده دليل على أنه هو عنده اوريدي حساسية وكاملة. هو عنده حساسية وجات المواد دي تهيجت الحساسية الكائنة القائمة دي نقطة. طيب أو تثير الجهاز الشعب الهوائية بتهيجه في حد ذاتها، يعني هقول لك على حاجه،
استنشاق الهواء الرطب قوي او التعرض للمكيفات المباشر او طيارات الهواء المباشره يحدث تهيج في الجهاز التنفسي ابتداء من الانف والشعب الهوائيه في الرئتين. كل ده كلام رائع جدا يا دكتور. انا بس كلمه من حضرتك، ازاي احنا ممكن نقي نفسنا من التعرض لامراض الحساسيه اللي بتنتشر بشكل كبير جدا في الصيف في الاماكن الزحمه زي ما قلت لحضرتك، والتسخن كمان، يعني احنا ما ناكلش الايس كريم وما ناكلش الحاجات اللي في الثلاجات زي ما سيادتك قلت ان في فصل للتيار الكهربي وما الى ذلك، ده بيسبب مشاكل. ارجوك جاوبني على النقطه الاولى، ازاي نقي نفسنا بشكل كبير، بتنصح الناس بايه فيما يتعلق بالايس كريم والحاجات الساقعه اللي كلنا بنكون حرانين جدا خلال فتره الصيف، فبالتالي بيكون فيها نسب اقبال عاليه. هو بعض الناس بيصاب بنزلات برد في الصيف وبيكون اشد من الشتاء بشكل كبير في الشتاء اكتر ولكن نقطه مهمه قوي، نزله البرد ما بتقعدش اكتر من اسبوع. اذا استمر المريض يكح فتره طويله، شهر، ثلاث اسابيع، كحه جافه، يقول لك انا خدت جميع ادويه الكحه والكحه لا تتوقف. تمام. نقول له ايوه انت بدات يحصل عندك حساسيه. ليه بقى؟ الفيروس ده استخدم الغشاء المخاطي والخلايا الغشاء المخاطي المبطنه للجهاز التنفسي كمستقبلات، واستعمل هذه الخلايا لتصنيع مواد خاصه بيه. فاصبح افرز مواد مضيقه للشعب ومهيجه. فيبص عيان يلاقيه بيكح ونفسه مكتوب وصدره يزيق، وبتحولت الحاله ما بعد الاصابه بنزله البرد الى حاله الحساسيه، وقد تنشا الحساسيه لاول مره في مثل هذه الحالات. تمام. يعني يقول لك انا عمري ما كان عندي حساسيه. ده انا يا دوبك خدت نزله برد بقالي كام يوم، ثم بعد كده وخدت المضاد الحيوي وخدت ادويه الكحه، ولكنها تحولت الى كحه مكتومه. ازاي بقى نقي نفسنا يا دكتور من الحاجات اللي حضرتك بتتكلم عليها، المعلومات المهمه جدا دي، لان كلنا بنقول لما بيجي لنا برد في الصيف بيكون اشد من برد الشتاء بمراحل. يعني هو هنا بقى حمايه نفسك من التعرض للتقلبات المفاجئه، يعني كنت في الجو عادي ودخلت الى التكييف او العكس صحيح، يجب يكون الانتقال تدريجي حتى لو استخدمت المنديل لاعطاء فرصه للتدفئه خروج النفس ودخوله. تمام. بيدي فرصه لترطيب وتجعل الفتره الانتقاليه مريحه للاغشيه المخاطيه. تعرف حضرتك الاغشيه المخاطيه بتاعت الانف فيها اوعيه دمويه بتتمدد وتنقبض طبقا لدرجه الحراره، فالخلل في الانقباض والانبساط بتاع هذه الاوعيه الدمويه هو اللي بيؤدي الى انسداد الانف والرشح والزكام. وقد لا تكون في هذه الحاله نوع من الحساسيه، انما قد تكون نتيجه الخلل في الجهاز العصبي اللا ارادي اللي بيتحكم في تمدد وانقباض الاوعيه الدمويه. نرجع بقى للحاجات الساقعه والايس كريم وما الى ذلك. شوف بقى حضرتك المشروبات الغازيه والحاجات المثلجه او بعض الناس يقرقش ثلج كمان، وده حاجه مش كويسه خالص. هنا الحقيقه بيهيج الجهاز التنفسي العلوي والحلق، ومعاه اصلا رد فعل، بيحصل رد فعل في القصبه الهوائيه والشعب الهوائيه. نعم. للمواد الغازيه والمواد المثلجه اكثر من اللازم. فاحنا عايزين يعني خليك ايه ولا تميل كل الميل معتدل، يعني خد الحاجه بارده وليست مثلجه جدا، خد الحاجه سخنه وليست حاره جدا. تمام. الاعتدال ده الحقيقه بيتناسب مع طبيعه الجسم وبيديله فرصه ان هو يتوائم مع نفسه. نعم. احنا سعداء جدا بسيادتك، شرفتنا بكل المعلومات القيمه اللي سيادتك قدمتها لنا. الدكتور الدسوقي فوده، استاذ الحساسيه والمناعه ورئيس اقسام البطنه بجامعه الازهر، شكرا جزيلا، شرفتنا. نشكر حضرتك يا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، نتعرف معاكم.